بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله